لكن كذلك ترافع المستوى الدولي لا يقل أهمية، خاصة أن المغرب مصادق على مجموعة مناسبة تقديم لنا تقرير موازي مع الشركاء مع جمعية عدالة والشركاء ديالها. طبعا احنا كتحالف إصرار كان الشق اللي اشتغلنا عليه في التقرير هو كل القوانين وكل اللي فيها تمييز ضد المرأة، خاصة ملحاحية تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي والقوانين الأخرى اللي فعلا لقد تجاوب كبير وتقدموا واحد المجموعه كبيره ديال التوصيات للحكومه المغربيه من اجل تعديل مدونه الاسره، مع العلم ان المغرب كيمشي في هذا الاتجاه، خاصه ان مثلا من غير المقبول ان نتحدث على تزويج القاصرات، كذلك تعديل القانون الجنائي في اتجاه رفع كل اشكال التمييز اللي يسير التحولات المجتمعيه اللي كيعرفها المجتمع المغربي ولكي تكون هذه القوانين مطابقه للاتفاقيات الدوليه اللي صادقت عليها الدوله المغربيه، خاصه الاتفاقيه ديال سيداو واتفاقيات حقوق الطفل. هذه الديناميه عرفت عده محطات قبل الوصول لهذه المحطه لاشراك الراي العام في هذه التوصيات، اللي هي محطه ديال توسيع النقاش الجهوي والوطني بين مجموعه من الفاعلين المؤسساتيين والحكوميين وايضا من المجتمع المدني والفاعلين كالصحفيين بشكل أساسي والجمعيات المدنية والحقوقية. ثانيا وكان الهدف من هذه اللقاءات هو تقييم مدى تنفيذ التوصيات اللي توجهت المغرب في الاستعراض الدوري الشامل ديال 2017، وفي نفس الوقت التدقيق في بعض التوصيات التي ما زالت عالقة والتي كان من المفروض التأكيد عليها وعرضها على مجلس حقوق الإنسان. ولذلك كان هناك تقرير، النتيجة كانت هي تقرير موازي لهذه الدينامية اللي عرفت تقريبا 70 جمعية وأتلاف وتحالف. والمحطة الثانية كانت هي تشكيل مجموعة ضغط من أجل حشد المناصرة لهذه التوصيات من طرف البعثات الدبلوماسية المتواجدة بالمغرب. المحطة الثالثة كانت هي تقديم بلاغ أمام مجلس حقوق الإنسان بأهم هذه التوصيات، وأيضا عقد لقاءات ماراثونية مع بعثات دولية هناك في جنيف، وخصوصا مع الدول اللي هي كتعتبر عضوة في الترويكا. هذا الاستعراض الدوري الشامل يعني تهتم كل سنة في جنيف. بالنسبة لجمعية عدالة يعني هيئات هذا التقرير بناء على استشارة مع واحد المجموعة ديال المنظمات حقوقية في المغرب، ونظمت عدة لقاءات، وبالتالي أن هي الجمعية اللي فعلا اللي تكلفت باش تقدم هذا التقرير في جنيف. واليوم احنا تنحضروا باش فعلا باش يكون واحد يعني عرض حول هاد يعني التقرير الموازي اللي هو تقدم في الاستعراض الدوري الشامل في جنيف. التقرير الذي سأقدمه هو يتمحور حول المحاور الثانية.